مساكم الله بالخير يا جماعة. العبارة المشهورة دائما أقولها من السبت الجمعة وايد، ودي أتلاقى وياكم كل يوم، ويمعة المطبخ هني تحلى طبعا بالسوالف الطيبة والنكت الحلوة والغشمرة والأمور الطيبة هذه. اليوم أنا طبعا بالأسبوع اللي فات ما عادة ما أخطط شنو بسوي، بس الأسبوع هذا أنا أشتري ستيكات يعني حق البيت حق أصدقائي وقصصهم وكذي. بس في نوع من الستيك أشتريه يسمونه بالإنجليزي كيوب رول، اللي هو الحمى اللي مال تريشة العجل، الريش اللي ضلوع فوقها الحمى كذي. هذه لما قصها ستيك تنفرد منها قطعة، القطعة لما تنفرد منها تحير ما تصير ستيك وما تصير. كان أقوم أطقها شاورما، كان أتمناها لكم. بوريكم اليوم الشاورما وندش على أختي محمد تقول إيش عندها إن شاء الله. السلام عليكم، حياكم الله في سفرتنا الجديدة. سفرة اليوم وكل يوم والمثل الأسبوع اللي طاف، كل يوم أسوي لكم أكلة خفيفة ولطيفة وبسرعة تخلص وتستانسون منها. اليوم بسوي لكم خدود البنات، وبسويها بطريقة حلوة تقدرون تقدمونها للناس. بسويها داخل الشوكولات، أوريكم شلون طريقة الشوكولات شلون تحشونه. فبداية عشان أنا راح أسويها وأخليها بالثلاجة عشان بوسعد يبتدي. لحظة قبل لا تبدين شوي، بعد إذنك شوية اتفضل. أنا جايب هذه يا جماعة، هذه واحدة من متابعينا اللي معجبات جدا في البرنامج. أنا ما أعرفها شخصيا، أعرفها بس في هذه المولودة اسمها فاطمة، هي المرأة ما أعرف اسمها صراحة، بس من الفولورز في تويتر عطتني هذه حق أم أحمد. مشكورة يا فاطمة، وإن شاء الله مولود سعيد ويتربى بعزكم يا رب العالمين إن شاء الله. طبعا أنا ما رحت زرتها ولا شيء، لا أنا هي بتويتر طلبت مني حسو، فسوينا لها الحسو وراح لها وعليها بألف عافية، فردتها لي بقوطي مثل هذا اثنين حقي وحق اخيتي ام احمد. ف ان شاء الله تقومين بالسلامه وتتربى بعزك وعز ابوها ان شاء الله. الله يخليها لكم. الحين المارشميلو او المتعارف عليه مارشميلو بالانجليزي، متعارف عليه بالكويتي خدود البنات، اقول لكم اول شيء مقاديره جدا سهله وبسيطه. اللي هي اول شيء بنسوي شيره عباره عن كوب من الشكر، هذا بدايه لازم نبتدي فيه. قبل لا أبلش بأي شيء أحط كوب من الشكر ونص كوب من الماي. راح أجيب نص كوب من الماي وراح أحطه فوق الشكر يعقد بدون دهن، نص كوب من الماي بس نخليه يعقد فيه. بعد ما يعقد أشتغل. عشان أذهب لكم عندي بعد جلاتين قفشة واحدة جلاتين راح أذوبها بعد ماي دافي، وعندي بيضتين بياض البيضتين. ديروا بالكم لا يطيح اي نقطه من الصفار، لان اذا طاح الصفار خلاص تخترب الاكله ما نقدر نسوي فيها اي شيء. فانا حاليا في نقطه وايد مهمه ابي اثيرها لكم، انكم لا تحاولون تضربون البياض قبل لا يعقد الشيره. اذا ما عقدت الشيره وضربتوا البياض وصار صابوني استحالة يندمج السيرب معه، واستحالة تصير خدود البنات مثل ما يقولون. طبعاً خدود البنات الحين بذوب يعني تقريباً ربع كوب ماي بالجلاتين هذا اللي هو الماي الدافي اللي من ساعة أنا جبته، ماي دافي ربع مو زيادة، بس اللي ذوب لأني بعدين راح أحطه مع شنو؟ مع الشكر. أنطره بس يذوب. ما ادري ابو سعد اذا تحب تبلش على ما يذوبون اغراضي. ما عندي اجهز تفضل. انا اقدر ابدا الحين شب الشوله. طبعا كلنا نعرف احنا الشاورما هي اصلها تركي، حتى انا لما انا في العام رحت البوسنه، العام ولا اي صح العام 2011 بس شوي متاخر، رحت البوسنه ف لاحظت انه وايد اكلات في البوسنه لانهم متاثرين بالحضاره التركيه، حتى عندهم الساحه السنتر مال سراييفو
عندهم السنتر كله كأنك في تركيا بالضبط. فلما جيت أسألهم شو اسم شو يعني لقيت الشاورما حاطينها كذي، فلقيتهم يسمونها كورمة، يعني شوية تحريف بال بال بالأحرف، ولا نفس حتى نفس الموسيقى مع شاورما كورمة. فال الأصل مال شو اسمه الشاورما تركي، وايد أكلات عندنا طبعا تركي. هذه شوية دهن عليه شوية زبدة يسيح وما ننطر عليه وايد، على طول نطش فيه اللحم. اللحمة هذه ليش أنا تمنيتها لكم؟ طبعا أنتم تعرفون بالمطاعم القمع مال الشاورما هذا اللي يسوونه، يعني الله العالم، يعني أنا ما أبي أطعن في ذمة أهل المطاعم، وأنا راعي مطعم بعد، بس الله العالم شنو نوع اللحم اللي يحطونه. أنا هذا اللحم اللي حاطه فاخر جدا لدرجة إنه ما يتحمل حتى طشتين بالنار. ف يعني لو نسويها في البيت، وأنا راح أوريكم الحين شلون نسويها. أعوذ بالله أنا غلطان يا جماعة، خنصك تلفوني، يتعمدون الناس. آسف يا جماعة، دائما أنا أنسى تلفوني مع اللوية. فأقول لكم اللحم هذا فاخر جدا ويسوي وايد سندويشات وايد، يعني الحين مع الخضرة مالته والشغلات هذه. بعد شوي نحط لكم المقادير، راح تلقون ان مقاديره سهلة والكميات صغيرة، يعني هذا نص كيلو لحم اللي هو من قطعة فاخرة في العجل. لا يقص عليكم واحد يقول لكم والله لحمنا عربي ما عربي، لحم الخروف يتأخر وايد في طشته في الشاورما، يعني العجل والقطع الهامة فيه هذه المهمة الجميلة هي اللي تسوي الشاورما الطيبة. فراح أطشها الحين، هاي ما راح تأخذ وياي وقت كلش. أحرك الحين لما تبدأ اللحمة تصير لونها بني، وتبي هي يعني لسعة نار، يعني لازم النار قوية جدا، فأنا راح أنتظر عليها لما تلسعها النار صح. إذا ما أحمد عندك الحين جاهز شيء قولي لي. أنا تقريبا بعد شوية تعجب، يبي لها شوية. أوكي، أنا لازم أشيك. أنا أكمل شغل الحين. أي كمل. لازم نلسعها بالنار وضيحها، لازم تكون مفرودة في المقلة أكثر. سنة من السنين أنا رحت قبرص وتعرفت على عائلة. أنا دائما لما أسافر ما أعيش سائح، أعيش كأني من أهل البلد، فأتعرف عليهم وأدخل بيوتهم وأسوي لهم لوية وأسوي لي لوية ونبلش بعض في بعض. فالأخت كانت صاحبة البيت دخلني ريالها الله يذكرها بالخير البيت، وقال لي زوجتي تحب الطبخ وايد. أنا وقتها كنت أتكلم عن نفسي يعني كهاوي، فدخلتني البيت وكاني يعني غرامها وأمنية حياتها تسوي شاورما. أنا أعرف، لكن شنو كانت عينهم شو اسمه العين اللي مالت الجولة اللي هي الحرارية اللي الجولة كلها تصير يعني تاوة واحدة. قمت اشتغلت على التاوة، طفيت عين وخليت عين اللي خلص أطقه من هناك ويحطه بالشاورما ويشنو. فطلعت من عندهم المطبخ دميرة، يعني وصخ حدة من شو اسمه من الدثرة اللي أنا سويتها، لكن النتيجة كانت طيبة. وقالت لي أنت ذكرتني لما أنا رحت تركيا ونفس الطعم، فالحمد لله أنه وصلنا حق انه نقدر نوصل نفس الطعم باذن الله. الحين بالنسبه لي انا طبعا الشيره مثل ما شفتوها خلصت. شلون تعرفون انها خلصت؟ مجرد ما تمسكونها تلقونها بدت تصير مثل العلج، معناتها خلصت. وهي حاره راح اضرب الحين، راح اشغل الماكينه على 2 بياض بيض. انتبهوا ترى هذه الامور وايد مهمه، 2 بياض بيض. مجرد ما يبتدي الرقاوي تطلع نصب عليها الجيلاتين وصب عليها، وطبعا الجيلاتين تأكدوا انه ما في اي كتل، وايد مهم.
واصب عليها الشيره. بهالمرحله ما اقدر اسوي شيء، اصبر عليها شويه. اذا تشوفونها بعد ما بدت شويه تبتدي ترغي، احط عليها الشيره على طول مثل الخيط، انزلها مثل الخيط. الحين شيرتنا، الحين بدأت ترقي، ما أدري إذا تبين عندكم بالشاشة ولا لا. شذي تبين؟ تبين؟ شذي؟ المرحلة هذه هي اللي تحطون فيها الشكر، يعني لا تنطرونه يصير صابوني، نزلوه على شكل خيط. هذه مشكلة الناس اللي تخرب عندهم. نزلون الشيرة كلها اللي هي عبارة عن كوب من شكر، نص كوب من الماء، وعندي ملعقة من الجيلاتين وهي حارة نزلوها، لأن إذا بردت راح تكتل. نشيل هذول كل اللي عندنا وننتظر، انتظر على حتى شوفوا. إذا بتشوفون هني شوفوا لما برد شلون صار، يا ريت تشوفون هذه المرحلة اللي هي يوم برد شلون الشيره شلون صارت. هذه المرحله اللي اقدر اشتغل فيها. بالوقت هذا انا مسيحه كاكاو، مسيحه كاكاو. هذا الكاكاو عندي اي نوع من القوالب اللي عندكم، لا تقيدون في القالب اللي عندي، بس انا حابه اني اسوي لكم طريقه اللي قبل ياكلونها البسكوتة اللي داخلها داخلها خدود البنات وفوقها ناريل. هذه اللي حابة أسويها لكم. طبعا أنا كنت مبردتها شوية بالثلاجة. تسوونه على مرحلتين الكاكاو، تدهنون القالب من داخل، ولاحظوا أنه لازم تعبونه، لأن إذا خليتوه خفيف راح ينكسر عندكم لما تطلعون الكاكاو. وراح أحطه على يعني دربين، اول درب الحين بس اغلفه احطه بالثلاجه، الدرب الثاني بس يخلص المارشميلو راح اغلفه احطه ببطنه. الحين انا قاعده اغلف. انا ما اسمع أم محمد، حياك الله. أبو سعد ترى المايك ما يسمع. أنا الصوت عندي ضعيف جدا يا جماعة. يا هلا فيك أم محمد، حياك الله. تفضلي يا أم محمد. أم محمد يمكن الخط بعيد عندها. أنا مو سامع شيء كلش. إي أبو سعد مو سامع ولا أنا. المايك تسكر عندي. أنا قاعدة أقلب، بس أبيكم تهتمون بالمنطقة الوسطى.